الو ما هو داي تسعة إلا ربع يكون تسعة إلا ربع يلا باي. عمري 63 سنة بقولوا لي أبو نعمان. طبعا بالمرحلة هاي كنت أنا أول طلعت حياتي كنت ساكن بتل أبيب مع دار أبوي واشتغلت غاد ربيت غاد لحديت ما خطبت وتجوزت رجعت على الناصر. طفولتي كانت فيها طبعا أول إشي الغناء كان صوتي حلو بعده حلو طبعا كان في عندي هواية الفوتبول كنت ألعب فوتبول وأركض وأروح وأجي أعمل رياضة. أنا أخذت هذا الإشي عن حياة أمي الله يرحمها وبلشت بجيل 30 تقريبا. أول إشي كان تمي دائما ميبس ريقي ناشف أشرب كتير مي وأفوت على الحمام كتير. بس لما حكيت قلت لأبوي هيك هيك المسألة قال لي لكان روح عند الدكتور وافحص افحص حالك. فحص لقى إنه سكري صار في عندي سكري يعني وبلشت أتفاعل أنا وياه يعني. اهلا وسهلا، هلا. شو الاخبار؟ كيفك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. متقل بالاكل؟ لا بالعكس، مظبط الوزن يعني. جود، كيلو ونص بس. كيلو ونص، يلا منيح زيادة. منيح ابو عرب. من اول ما فتت على القسم وهو انا معه هيك نفس الطريق لانه من المرضى اللي كثير قدام، فصار له 12 سنه بالدياليزا. اللي بيميز ابو عرب كثير شغلات. اول شيء بنقدر نعرف كيف كان نهاره من لما بيجي من الفوتي، انه هل هو متعصبن اليوم ولا هل هو مبسوط اليوم، كيف وضعه النفسي يعني ببين عليه دغري. فهذا الشيء مرات بصعب علينا مرات بهون علينا، بس في كثير هيك لما الواحد بيعرف كيف بيجي او بوقف معه باللي هو عم بمرقه، حدا اللي كثير قلبه طيب ونقدر نفتح معاه ساحه ويشارك. واكيد شفتوا انتم هذا الشيء يعني. خذ لي علبتين اكامول بالعلب مش ورق. من هدول اللي بالعلب مراصين يعني. ايش مراصين الصغيرين هدول؟ العلب الكحلية مراصين. مراصين، ايوه. بس انا طبعا مرة من المرات فايت على المطبخ حافي، كان في عندي كنه بالمطبخ هناك هيك يا دوب المسمار طالع ذكر باصبعي، ما اخذتش ولا اعطيت، ظليتني يعني مستمر. حطيت يود وحطيت بلاستر لفيت الاشي. صار ثاني يوم قلب ازرق. لما قلب ازرق طلعت على الكوباسوليم قلت للدكتور هيك هيك، شاف الوضع قال لي الوضع بيطمنش لانه الاشي صار يعني واصل الالتهاب، صار واصل العظم. شو الحال؟ قال بنعطيك لجمعة زمان جمعتين زمان دواء، إذا مشي مشي ما مشيش بنضطر ناخذ يعني إجراءات ثانية. فالإشي ما مشيش، إجري بلشت تخرب، صار لونها أزرق وقرر إنه يقطعوا لي أول واحدة اللي هي اليمين. هاي كانت سنة
85. لو اخذت بعض من اول وانت ما كانوا يقولوا له روح افحص وروح هاي وروح هاي كان الوضع ما صارش لي. بس طبعا ظروف الحياه هي اللي بتخليك انه يعني كيف بكون تتلاشي كل هاي الشغلات. طبعا الطفوله والشباب كيف كان بالاول كيف صار لوين وصلنا، كيف كان الواحد يركض ويلعب ويروح ويشم الهواء واصحاب مش عامل حساب لاي شيء، فيش كيف بيقولوا التزامات قدامك، بعدك شباب وبعدك بدك من الحياه قديش تقدر تستغليها. بدي احكي شوي عن ابو عرب المريض تبعنا. مريض صار له فتره كثير طويله بعمل فيها دياليزا. بلش ابو عرب لما كان على حاله، كان بيروح وبيجي وبيشتغل كشوفير تاكسي، وضل خلال فترة الدياليزة الأولى كمان يشتغل كشوفير تاكسي، ومع الوقت بلش شوي يرجع لورا، عنده أمراض سكري، ضغط، أمراض قلب، كل هاي الأمور، ومع الوقت بلش شوي الوضع تبعه يتراجع، بس ولا مرة فقد القدرة على أنه يستمر بالحياة، أنه يعطي لأولاده، أنه يعطي للقسم عنده. كنا دايماً نلقب بالمحلكة شيخ العرب. رسالتي لكل واحد يسمعه من واحد اللي عنده تجربة بالحياة، كل واحد بحس أي شغلة بجسمه بتوجعه أو بتوجعه لصحة السلامة يروح يفحص حاله ما يكهيش، لأنه اليوم الشغلات اتطورت وصار في كثير شغلات من الإهمال ما يهملوش حاله. أي شغلة بتحسها مش تقول بركي ولا وليش، لا، عنده دكتور هو بقول لك بالضبط ايش لازم تسوي، على الاساس تستمر ما تكهيش وما تلتيش بشغلات تانية. الشغل مش ابدا، الحياة هي ابدا. شكرا لكم، نتأمل نلقي ظروف احسن من هيك.